الذي نديره في المجلس الأعلى للثقافة في لجنة الدراسات الأدبية حول الاحتفال بذكرى ميلاد طه حسين. وطه حسين لا يخفى مدى محوريته وأهميته وكونه صرحا رئيسيا للأدب العربي الحديث، جاء في عصر امتلأ والأدباء في اتجاهات مختلفة، ولكنه ظل بينهم جميعا مناقشا محاورا مثيرا للمشاكل ومجيبا عنها وطارحا لآرائه في كل الاتجاهات، لا يقتصر على الأدب بمعناه الضيق إبداعا ودراسة، وقد ساهم في كثير من مجالاته سواء من خلال السيرة الذاتية التي كتب فيها الأيام أروع نص في السيرة الذاتية عرفه الأدب العربي وعرفته الآداب العالمية عندما ترجم إليها، أو من خلال سيرة الآخرين في تاريخ الأدب في حديث الأربعاء، أو حتى في السيرة الإسلامية عندما كتب على هامش السيرة وكتب الوعد الحق، أو حتى في القضايا الفكرية الكبرى التي أثارت جدلا بكتابه في الشعر الجاهلي الذي أثار سنة 1926 حوارا كبيرا حول فكرة الشك أو اليقين الذي يمكن أن يطرح على تراثنا لكي يعامل التراث من خلاله معاملة تمحيص لا معاملة استسلام. واستطاع من خلال هذا كله أن يحدث ضجة كبرى وحركة فكرية عظيمة ساندتها قوته اللغوية وقوته الفكرية. فلقد كان طه حسين من أفضل الناس الذين تحدثوا العربية في القرن العشرين، ولا شك أنه في كل ما قال في جوانب مختلفة قد أعطى للغة العربية عمرا جديدا أضاف إليها دفعة زمنية جعلتها لغة الأفكار ولغة المحاورات ولغة المناقشات، وجعلتها أيضا لغة جميلة حتى هو يتكلم عن أخص خصائص التفكير، وجعلها لغة جميلة قديمة حتى وهو يتحدث عن الحديث والحداثة وما جد من مذاهب أدبية. وظل إلى جانب هذه الميزة رجل فكر لا يقول الشيء إلا بفكره، يقوله من خلال عرضه على نفسه وحواره مع الآخرين، وظل رجل فائدة للمجتمع تمتد اهتماماته لا إلى الأدب والأدباء وحدهم، ولكن إلى الناس جميعا عندما أطلق آراءه الكبرى في ثورة التعليم والفكر، وأن التعليم كالماء والهواء ينبغي أن يمنح لكل الناس. حقيقة دائما أتساءل بشأن طه حسين، هل هناك حاجة ضرورية لإعادة النظر في طه حسين أو إعادة إحياء أعماله مرة أخرى؟ الواقع أن الأمر مفيد جدا في هذا السياق أن نعود إلى طه حسين مرة أخرى، لأن طه حسين لا يمثل علما يقدم معلومات أو معرفة، ولكنه يحمل دائما حلولا للأزمات الثقافية التي نعيشها في واقعنا المعاصر. طه حسين كان سباقا في طرح القضايا التي نواجهها الآن والتي نعيشها الآن. على سبيل المثال مثلا قضية علاقة الإعلام والصحافة بالأدب والفنون، وهل ينبغي على الصحفي أن يقوم بدور الأستاذ وبدور الكاتب وبدور المبدع كما يحدث في زماننا الآن، أم أننا يجب أن نحتكم إلى المتخصصين؟ إلى أي مدى هذه قضية أخرى من القضايا التي طرحها طه حسين في حياته وهي تناسبنا الآن بل نبحث عن حلول لها؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك حرية للفكر؟ وماذا عن هذه الحرية إذا اصطدمت بالوعي العام للمجتمع؟ هل في هذا الوقت ننتصر للمجتمع أم ننتصر للقضية ونبحثها بما يسمى إحداث الصدمة للمجتمع؟ الحقيقة أننا الآن في حاجة ماسة إلى إعادة أطروحات طه حسين تجاه هذه القضايا، لأننا أصبحنا نعاني عربيا من ركود فكري ومن تراجع في طرق معالجة القضايا التي نعيشها والأزمات التي تواجهنا بالمنظور التطوري الذي نحتاج إليه. رحم الله طه حسين، ومن المهم الآن أن نعيد كتابات طه حسين لكي نعرف بها الشباب ونعرف بها المؤسسات العلمية، لأنها فيها حلول كثيرة لمشكلاتنا الراهنة. الذكرى 50 لوفاة طه حسين. وطه حسين كما تعرفون ويعرف الجمهور
أنه من أشهر الرواد في مجال الأدب العربي الحديث، لأنه صاحب النظريات المعروفة التي فتحت فتوحات كبيرة في مجال النقد الأدبي، وأثارت حولها كثيراً من الكتابات. فمثلاً في سنة 1926 أثار طه حسين الزوابع حول في الحياة الثقافية المصرية بإصداره كتاب في الشعر الجاهلي، ثم الأدب الجاهلي في طبعته الثانية. فجاء بمنهج جديد لدراسة الأدب العربي، كانت فتحاً في الدراسات النقدية. وقد ألف حول هذا الكتاب أكثر من كتاب، فقد ألف محمد لطفي جمعة كتاباً سماه الشهاب الراصد في الرد على طه حسين. ثم أصبح طه حسين وزيراً للمعارف، وفي عهده أصبح التعليم مجانياً، وكان سبباً في فتوحات كثيرة. ترجم طه حسين عن الفرنسية كثيراً من الكتب، وكان له دور عندما قامت الثورة المصرية، فهو الذي سماها ثورة، فلم تكن تسمى ثورة إلا على لسان طه حسين، ومن يومئذ أصبحت ثورة يوليو. طه حسين لم يقف في منجزه الكتابي عند هذه الأفكار العقلانية التنويرية على صعيد فكري فقط في كتاباته الفكرية والنقدية، ولكن أيضا نجد هذا قد تسرب بشكل أو بآخر في إبداعاته، ولتكن مثلا رواية دعاء الكروان، هذه الرواية المهمة في منجز طه حسين الذي يناقش فيها فكرة أزمة المجتمع الشرقي وأزمة مجتمع الصعيد المصري في فترة الأربعينيات في التعامل مع المرأة والحرية المسؤولة للمرأة وفكرة اختيار المرأة لشريك حياتها. هذا بيعطينا فرصة أن طه حسين مبكرا من فترة الأربعينيات والخمسينيات وحتى الثلاثينيات قبل ذلك، أنه أفاد من نظرية الشك الموجودة في الغرب، خاصة لدى تين ولدى مارك ليوث، اللذين قد أفاد منهما طه حسين لتطوير آليات أولا البحث العلمي في مصر وفي المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، بمعنى أننا لا يمكن أن نستسلم لكلمات من التراث، لا يمكن أن نستسلم لما قد سبقنا، ولكن علينا أن نأخذ منه ما هو صالح للتطوير وللعصرنة وللفكر وللمنطق وللعقل. وبالتالي أرى أن طه حسين هو نمطا فكريا ونمطا تنويريا عقلانيا استثنائيا في القرن العشرين وحتى هذا القرن أو حتى العشرينات والثلاثينات من القرن الواحد وعشرين. طه حسين الذي استطاع أن يغير أفكارنا حتى هذه اللحظة، وأن يوجد بعده تلامذة ويعني تلميذات كبيرات وكبار. أتذكر الآن أستاذنا الدكتور جابر عصفور الذي يمثل امتداداً حقيقياً لعقلانية وأفكار الأستاذ الدكتور طه حسين. أنا أعتقد هذا الاحتفاء في يعني المجلس الأعلى للثقافة يمثل اعتراف من المؤسسة الثقافية الحكومية المصرية بما تركه طه حسين من منجز فكري وثقافي وإبداعي، أنا أعتقد أنه سيستمر لفترات طويلة، لأن هذا الفكر هو عصارة فكر غربي حرك العالم تجاه ما يعرف بالتغيير على صعيد فكرة البحث عن الديمقراطية، فكرة التخلص من الديكتاتوريات، فكرة البحث عن حرية المرأة وحرية الإنسان، فكرة مشاركة المرأة للرجل في تشكيل مجتمع ليبرالي، والليبرالية هنا تعني الحرية المسؤولة للمجتمعات بشكل عام. ولا شك في أن الاحتفاء بطه حسين بوصفه قيمة ورمزية نحن في أمس الحاجة إلى أن نعيد بها أو بهذا الاحتفال إنعاش الذاكرة، ذاكرة الفكر النقدي المهم الذي يتماس مع كل جديد ويحاول أن يجدد أدواته لكي يواكب هذا التطور وهذا التجديد. طه حسين في هذه الاحتفالية يحاول المجلس الأعلى للثقافة أن يقول أن عباءته ما زالت ممتدة لكي تستوعب الكثير من الأفكار غير التقليدية التي تحاول أن تقدم الجديد على مستوى النقد الأدبي وعلى مستوى الثقافة العربية.
مصر في أمس الحاجة الآن إلى مثل هذه الأفكار التي تحاول أن تقدم الجديد وتحاول أن تثبت أن أقدامها راسخة في الوعي العربي الذي يحاول أن يعيد الصورة المشرقة لمصر في فضاء الأمة العربية، ويحاول أيضا أن يعيد القيمة الحقيقية للكلمة، تلك الكلمة التي نحن نود من خلالها أن نقول ما لا يمكن أن يدعو إلى الثبات بل إلى التجديد، يدعو إلى الحركة وإلى التغيير وإلى التجدد في المشهد النقدي وفي المشهد الأدبي أيضاً.